وزميلي العزيز فكرة ما يسمى بحروب الجيل الرابع. يعني كان مصطلح بيستخدم في فترة والناس مش مستوعبة أو كانت بتعتبره نوع من المبالغة. أي لا. لأنه هم برضو برضو كانوا بيمسخوه وبيقولوا للناس، هيقولوا يقعدوا يقولوا لكم بقى ليبيا وسوريا والعراق والجو ده يا ريتنا مش عارفة إيه، فطول الوقت هو بيسخف وده اللي عاوز أكد عليه عشان هو ما يبانش حقيقي. طبعا في العلوم الاستراتيجية والعلوم السياسية مفهوم ما يسمى بالحروب النفسية اللي طبعا حضرتك قلتيه، الردع، التخويف. ايوه، والتخويف او الردع او الشائعة هي احد ادوات الحرب النفسية، وهي احد انماط ما يسمى بحروب الجيل الرابع. حروب الجيل الرابع ده نوع من الحروب زي ما قال زميلي اقل كلفة من الناحية الاقتصادية، لكنه اوسع انتشارا، صحيح، اكثر تأثيرا، والاصعب من ذلك ان هذا النوع من الحروب يؤدي الى تدمير الدولة ذاتيا بنسها. من الداخل، صحيح، بنسها. وده الاصعب. نعم، الاصعب ان يتم تدمير دولة بالكامل من الداخل ذاتيا، يعني دون دخول عدو خارجي او غيره. نعم. الامر الثاني ان الشائعة في الاخر هي عبارة عن ايه؟ كلام يسمع ويردد لكن دون أدلة. ويمكن شاهدنا في الفترة الأخيرة عدد كبير من الشائعات، لدرجة أن الرئيس السيسي في يوليو 2018 حذر من ده وقال يا جماعة الشائعات بقى لها نطاق واسع، لدرجة أن احنا خلال الرقم ده مهم يا أستاذ عزة، طبعا 21 ألف شائعة في 3 شهور، صحيح، بمعدل شائعة كل 6 دقائق، صحيح، يعني احنا بنتكلم في أرقام مهولة. الأهم من ذلك أنه يجب أن نفهم عقلية المستخدمين. لا ده احنا عاوزين نبص على الانتشار الجغرافي بتاع المستخدمين. احنا عندنا عدد من يستخدمون الانترنت في مصر وصل الى 49 مليون، يعني بنتكلم عن احصائيه. ده رقم جايبه منين؟ ده تقرير دولي، تقرير دولي بيغطي كل الدول من ناحيه الاستخدام. هي مؤسسة تسمى وي ار سوشيال، بيتحدثوا اكتر عن السوشيال ميديا ودراساتها والاحصائيات. نعم. بس كده، ده الاصعب يا استاذ عزة ان عدد مستخدمي السوشيال ميديا الفاعلين، مش اللي عاملين ارقام عاملين حسابات بس كده لوجود اسمهم، الفاعلين اللي شغال قاعد على الجهاز كل يوم، 40 مليون حساب، 40 مليون مستخدم. لا ده الموبايل نفسه اللي انا ماشي بيه 38 مليون بيستخدموا الموبايل، بيستخدموا السوشيال ميديا. فارقام مخيفه، وده طبعا اللي بقول عليه اللي هو الانتشار، مدى الانتشار او سعه الانتشار. ده الاصعب ان احنا بنتكلم عن ان هذا الامر ليس له حدود، عابر للقارات، صحيح،